السلام عليكم البنات، السلام عليكم اخواني اخواتي. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في احسن الاحوال. انا جيت رجعت لكم، سمحوا لي طولت عليكم الغيبه وجيت وما جيتش يدي خويا. جبت لكم معايا واحد الكلاص اللي هو اقتصادي ولذيذ وكيجي روعه 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 في المذاق، كنتمنى تجربوه ودوزوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، عندنا مكون واحد وعندنا به جوج انواع ديال الكلاص اللي هو الموز اللي هو البنان. هنحتاجو البنان ديالنا اللي هو مجمد عملته في الفريغو بيت الليله كامله. الكلاص الاول هنحتاج فيه الموز ديالي مقطع دوائر ومجمد، ونضيف ليه دانون ديال الموز والسكر حسب الذوق. والثاني حتى هو البنان ديالنا اللي هو مكون الاصلي، غنحتاج ليه جوج معالق ديال كاكاو، ماشي المر، كاكاو اللي كيكون فيه نسبة ديال الحليب، وغنحتاج واحد جوج معالق ديال الحليب والسكر كذلك على حسب الذوق. دوزو معايا طريقة تحضير البنات. بسم الله على بركة الله، نبداو بالكلاص الاولاني اللي عندي فيه دانون ديال الموز. هاد الكلاص هذا اللي هو اقتصادي وكيجي لذيذ البنات، متشبعوش منه. نضيف واحد جوج معالق ديال سنيدة اللي هو السكر. طريقة ونمكسيو بالمكسور. كيجي كريمي يا عندكمش المكسور ديرو في مولينيكس، او لكن واحد الطحانه اللي كتكون بحال كتبان لكم بحال يدويه ولكن هي ديال الدار. شتو البنات، شتو كيفاش كيجي؟ كيجي واعر. لو بغيتو تضيفو ليه اللوز مهرماج، كاوكاو مهرماج، الفيديو باش تشوفوها البنات كيفاش كيجي. كيجي بهذه الطريقه هذه.
بقى معايا ونرجع نوجد معكم اخر. وبالنسبه للجلاس الثاني كنا نضيفه واحد جوج معلق ديال كاكاو، جوج معلق كبار ديال السنيدة، وجوج معالق ديال الحليب، غير جوج. بهالطريقة هادي ونمكسيوه حتى هو ديالنا اللي عملنا بالبنان والكاكاو بالطريقة هذه. كنساليوهم هاوما بجوج بيهم البنات كما كتشوفوا، هاو هذا اللي عملنا بالبنان ودانون، وهذا اللي وجدنا عاوتان بالكاكاو. نديرو في المجمد واحد 4 ساعات حتى 6 ساعات ونرجعو للطبق التقديم. السلام عليكم، ها هو الكلاص ديالنا يا البنات بعد ما جمد لينا، كيجي على هاد الشكل هذا. دابا نديرو في الكويسات مع بعضياتنا في الزليفات. نبداو على بركة الله، بسم الله. نبداو بالبنان هو الاولاني. نستعمل معكم غير الطريقة هادي، شفتو البنات؟ كيجي على هاد الشكل هدا، كيجي واعر. بغيتو تزيدو تخليوه يجمل اكثر من هيدا، خليوه كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. عملنا ديال الموس، نضيفو الشوكولا دابا. بغيتو تعملو كل واحد بوحديتو عملوه، كيبقى الاختيار ديالكم.
صافي ابيض قد هذا، نزيد الموز هيدا، نذوق معكم شوية ديال صوص الشوكولا. التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا قلت نعمل ليه صوص شوكولا. الطريقة هادي كيجي البنات منعش، كيجي لذيذ وسهل. كنتمنى تجربوه وتطبقوه وتردوا عليا الخبر كيف عجبكم. نعمل شويه ديال هاد الحبيبات، شوكولا هما على شكل حبيبات، ونعمل هاد النجمة تا هما واحد شوية. يعطيو منظر، يعطيو حتى المذاق عاوز هادوك على شكل دارين وعلى شكل نقليين، والتزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. المهم هذا الشكل ديالو كيفاش كيجي. بقوا معايا في طبق التقديم. ها هو يا البنات، بعد ما سالينا ومتفوا حتى وصل ليا التقديم، كنتمنى يعجبكم. المهم كيجي على هذا الشكل هذا، نتمنى تجربوه هنا الريضه ديالكم. المهم كلاص بالبنان كيجي روعه 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 يا البنات، ونتمنى تدعموني وتفعلوا الجرس وتعملوا اللايك والكومنتير باش نرجع لكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، مع السلامة.